الزراء من مدينة أكادير، العمر 26 سنة، ممرضة. شنو أخر كدير مغادرة ممرضة؟ تيك توك. شنو مرة مرة شنو كدير في تيك توك؟ يعني كل مرة وشنو كندير على حسب. شنو المحتوى كندير؟ ماشي شي محتوى نيت، ولكن كل مرة شنو كيقول لي راسي ندير. كون مسافرة وندير شي فيديو ولا شي طريق، كون كنهضر مع ماما ونسولها شي سؤال وتجاوبني واخا كتقمعني. ولكن ما كتبانش غير الصوت ديالها. فاش كان ميوزيكالي قبل ما يبدلوا ليه السميه تيك توك، يعني في 2013 2014 فاش يلاه بان ميوزيكالي، ولكن مش تبدل تيك توك وفهاد العيامات ولاو كيتلوحوا شي فيديوهات مع يعني. شنو بان لك حاليا في تيك توك؟ مسالت مسالت يعني شي حاجه ما نفعش الناس، يعني اللي شي واحد غادي يبقى يدير فيديوهات خاص يدير شي محتوى اللي ينفعنا وينفع شحال من واحد. دابا ولينا كنشوفوا غير شي حاجه اللي تفاهات. شنو كيبان لك كتشوف دابا السبان ما بقاتش يحسنوا في تيك توك ما بقات في الطاب حتى في لي لايف؟ كيكونوا شي لي لايف اللي لا علاقه شي فيديوهات اللي ما خصهمش يتلاحوا، يعني مثلا بحال بوتيني يومي ما خصوش داكشي، خص يبقى بين العائلات بيناتهم، يعني ماشي يبقى يديروا فيديوهات ويتلاح داكشي. ما كاين اللي كيدير دابا داكشي على ود الفلوس. شنو غتقول لهذوك الناس اللي كيديروا روتين يومي وكيتهراو على ود الفلوس؟ عطا الله ما يدار من غير بوتيني يومي اللي غادي يجيب لهم الفلوس. يعني يهضروا على شي حاجه شي حاجه معقوله غادي يجيب لهم الفلوس، ولكن انه باش يلحوا بحال داكشي ما نفعش. غير كيشوفوا فريوسهم كيشوفونا حتى حنايا كيصعب لهم كلشي بحال بحال فعلا. دابا المحتوى ديال تيك توك ما بقاش زوين. لا كيف كتشوف دابا الشباب اللي طالع دابا وكيشوف داكشي شنو غتقول لهم؟ كنقول لهم الله يهديكم ما تديروش بحال الناس اللي كيديروا. حيت دابا كتشوف دابا صغير حتى هو كيدير تيك توك، كتلقاه كيدي تليفون المدرسه وحتى هو خصو يبقى يدير تيك توك. يعني الدري صغير خصو يديها في قرايتو، يديها في شي حاجه اللي تنفعو. تيك توك ما نافع بشيء. وكتشوف دابا المحتوى اللي كاين دابا حاليا في تيك توك ما كانش قبل؟ ما كانش. في الاول كان شي محتوى زوينين، كان شي حاجه اللي زوينه، ما كيبينوش العائلات، ما يعني كيكونوا فيديوهات زوينين يعني يستاهلوا يتشافوا. ولكن دابا ولينا كنشوفوا بزاف تاع الحوايج حتى من العائلات حتى من الامهات، وهذا كيديروا شي حوايج اللي ما خصهمش يداروا. كتلقى بالنسبه للناس المشاهده كيتبعوا داكشي التفاهه بزاف وما كيتبعوش شي محتوى زوين، هادشي اللي كيجي زعما بنادم باش يدير داك التفاهه اللي انا هذا الناس ما كاين اللي يدير. سير شنو تقولي لنا هذا الناس؟ هادوك الناس كتلقاهم ما كيديروا والو في حياتهم، جالسين غير في الدار ما كيديروا حتى شي حاجه، مقابلين يوتيوب مقابلين تيك توك، كيبقاو يطلعوا في المشاهدات هكاك. كاين اللي كيدير جيم يعني كيطلعوا المشاهدات، الناس اللي كيديروا داكشي كيشوف لهم المشاهدات راه مزيانه لهم بالنسبه لهم، كيعاودوا يديروا شي شوه اخرى اكثر من اللي داروا في الاول. واش باش نصيحتك للشباب باش نصيحتك للشباب؟ كنقول لهم الله يهديكم وداكشي راه ما نافع بوالو، غير كتكحلوا لنا وجهنا قدام الناس. كنت كندير انا يا تيك توك في الاول فاش كان زوين، يعني كديري شي حاجه اللي توصل واحد الميساج للناس. فعلا، ولكن دابا حبست ما بقيتش كندير، حيت فاش انا براسي كندخل كنشوف تيك توك ولا كنشوف شي حوايج ما عجبنيش كنحيد احسن انفيت. كنت كدير يوتيوب؟ كنت كنديرو ولكن حيدت كلشي تاع من الفيديوهات داكشي كنت كنحيدهم. علاش حيدتيهم؟ حيت ما كيفاش كتعيشو مع الزياده؟ صعوبة بزاف، حيت كاين اللي ما فحالوش ما يقدرش على ديك الزيادات، يعني زادوا في الزيت زادوا في بزاف ديال الحوايج. كاين اللي مسكين كيخدم كيتخلص غير بنهارو، يعني ما يقدرش يوفر لعائلته بزاف ديال الحوايج. ورسالتك للحكومة شنو تقول لهم على الزيادة؟ الله يهدي الله. لا ما فرحاناش، لا زادوا لينا حتى في المازوت وحشومه واش نبيعوا بالظلم بزاف، حيت الناس متضربين الا كانوا غادي يزيدوا في الاسعار ويزيدوا في المازوت ويزيدوا في بزاف الحوايج يزيدوا حتى نفس الصالير ديالهم. يعني اهم شيء يكون زياده ما تكونوش في الصالير يا يزيدوا كاملين
ينقصوا في كاملين حيت كاين اللي مسكين ما الخلطه ديال الشهر ما كتقدوش وهي كيتسلف ويشد كريدي. دابا انت الخلطه ديال الشهر كتقول انا نص كنمشي ليك في المازوت. انا كتمشي ليا خلصتي في النهار فاش غادي نشدها ما كنعرفاش امتى دازت. كنقول لهم ينقصوا حيت راه كاين الناس متضررين ازمه ديال الكورونا يعني كاين الناس ما خدموش وتابعينهم كريديات يلا غادي يبداو يخدموا وغادي يبقى يخلصوا بشويه بشويه من احسن ما باش يزيدوا علينا. راه كاين الناس دراوش دراوش صعيب يعيشوا. شنو الجديد هاد الفاضل؟ الجديد ديال الله قلت الا كتاب زعما بقى ندير لي فلوغ حيت كنسافر واخا غير في المغرب ماشي على برات المغرب حيت طبعا غير في المغرب كاينين شي بلايص زوينين كنبغي نصورهم ولكن ما كيكونش عندي الوقت باش نبقى حاضر التليفون. دابا ان شاء الله من هنا القدام الا وافقت زعما ماما حيت اي حاجه كنديرها بالموافقه تاع ماما بقى ندير لي فلوغ يعني فيما مشيت شي بلاصه بقى نصور حيت الناس ما تلقى عندنا في المغرب شي بلايص زوينين واخا نتا حاقرينين. شنو تنصور ما فكرتش تمثل ما كرهتش شفتي شي كيلو لا كندير غير فيديوهات بوحدي في الدار. ممثله كلشي واخا كيلقبوني بمريم الزعيمي زعيمي من لاكوب كيقول لي كنشبه لها غير من لاكوب حيت ديجا مؤخرا لحت واحد التصويره مع الصديقه ديالتي في جروب ديال الاكاديريات وكنشكرهم كاع على الكومونتيرات اللي داروا زوينين. كلشي كيقول لك لا البتول لا البتول ديجا لحت واحد الفيديو هو اللي عندي فيديوهات في تيك توك تشهروا ولكن هذا المهم كيقول لك لا البتول فاش مشيت زعما كنت مقطع شعري ولصقت صورتي مع تصويرتها. وانت ما كديريش المقاليب؟ خفت لنجيبها في راسي ناكل شي دقه وانا غير على قد الحال. كلمه اخيره شنو تقول؟ كنقول للناس الدراري ديالنا والبنات ديالنا الله يهديكم وما تبقاوش تلوحوا دوك الفيديوهات اللي كيحرجونا قدام الناس. اللي بغى يدير شي محتوى يدير شي حاجه اللي زوينه وتكون محترمه من الاحسن. ديك الشيء ما بين العائله وداك الشيء راه ما صالحش ما غاديش ينفعهم وخا الفلوس وداك الشيء شحال قدك بقى تربح الارباح وجهك ما